هذه الكرة إلى المسؤول عن الكرة. الراجل ده عليه عبء كبير جدا خلال الفترة الجاية بإذن الله اللي هتبدأ من مش من يوم السبت بقى، هي بدأت تقريبا فترة الإعداد نفسية بقى لها فترة كبيرة يعني. كابتن رستم محمد المدير الفني، صح كده يا كابتن؟ مدير العام للمنتخب مصر كرة القدم المستقلة. يعني المدير الفني مفيش مشكلة خالص ولا في مدير فني؟ لا احنا عندنا مدير فني تركي بس هو لسه ما جاش. ان شاء الله باذن الله. تمام. بس انا طبعا انا المسؤول عن المنتخب الفترات اللي فاتت دي كلها بالاعداد الاربع معسكرات الاعداد لحد النهارده الحمد لله. تمام. يعني الفريق ليه مدير فني اجنبي؟ ليه مدير فني تركي. حلو قوي. حضرتك المدرب العام. تمام. انا سمعت ان انتوا عندكم في اربع لعيبه مصريين بيلعبوا في الدوري التركي. الحمد لله. بيعتبروا الدوري التركي من اهم الدوريات في اللعبه دي. هو اقوى دوري في العالم. اقوى دوري في العالم وعنده اربع مستويات من الدرجه الرابعه لحد الدرجه الاولى السوبر ليج. تمام. فالحمد لله عندنا احمد ابراهيم وعندنا محمود عبد العظيم وعندنا ابراهيم اشرف وعندنا ابراهيم بدوي. تمام. الاربعه الحمد لله محترفين وعندنا اشرف واحمد وابراهيم بدوي الحمد لله لسه واخدين الدوري هناك في الفرق بتاعتهم في تركيا الحمد لله. وعندنا احمد ابراهيم ومحمود عبد العظيم كابتن الفريق. حلو. الاثنين برضو بيلعبوا في فرقه تانية. حلو. الحمد لله. ولسه عندنا ناس تانية الحمد لله. واحنا عندنا من القوام الاساسي كان في ستة او سبعة كانوا يحترفوا بعد دوره الالعاب الافريقيه اللي كنا فيها في غانا. بس طبعا الحمد لله حته بقى النصيب والتوفيق والكلام ده. بس الحمد لله طبعا احنا ماشيين كويس ومستعدين كويس للبطوله. وزي ما حضرتك عارف البطوله على ملعبنا ان شاء الله باذن الله وفي وسط جمهورنا. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا كده ونحقق البطوله. خدتوا الثالث البرونزيه في دوره الالعاب الافريقيه وكنتوا اول دوره شاركتوا فيها كنتوا رقم سبعة مش كده؟ اول دوره 2021 كانت بطوله امم افريقيا اللي احنا بنستضيفها السبت دي. باذن الله كانت 2021. فدي خدنا فيها مركز سابع. السنه اللي فاتت الحمد لله دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت مقامه في غانا الحمد لله وشكر الله حققنا من 16 برونزية. فريق البرونزيه ثلاث فرق والحمد لله ان احنا وصلنا للمستوى ده ان في ناس الحمد لله بقى لها باع كتير قوي وعندها محترفين كتير وشغالين. فان احنا نوصل في الزمن القصير ده الحمد لله والشكر لله طبعا نجاح للرجاله دي كلها. والرجاله دي تعبت وبتتعب وان شاء الله باذن الله هيكونوا قد المسؤوليه ونفرح الشعب المصري كله ونحقق البطوله ونتاهل لكاس العالم ان شاء الله. طيب ايه اللي انت عايزه من الدوله من المسؤولين من الرياضه من الشعب المصري؟ ايه اللي انت عايزه؟ احنا عايزين دعم من كل فرد في مصر ان شاء الله باذن الله. عشان الرجاله دي كلها ما تقلش حاجه عن الاسوياء. أيوة. الرجاله دي منتخب مصر زيهم زي الاسوياء. ايوه كده. احنا منتخب مصر المفروض يبقى في سبوت علينا. أيوة. لازم يبقى لينا جماهير. أيوة. لازم الناس تعرف ان عندنا لعبه وعندنا رجاله كتيره قوي كده يعني ما شاء الله قادرين ان هم يبهروا الناس بطريقه لعبهم ويبهروا الناس بشكلهم. تمام. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا اربعه محترفين بس ان شاء الله باذن الله يكون عندنا خمسه وسته وسبعه وثمانيه عشان الحمد لله احنا عندنا الخامه بتاعت اللعيب المصري بيعرف يتكيف ويعرف يتعايش في اي توقيت ومع اي حد الحمد لله. طيب اتفضل يا كابتن باغ وانا بشكر حضرتك شكر جزيل واسف ان انا اخذت جزء من وقتك.